وصلتي الغنيم ازاي؟ هو معاه رقم تليفون يا باشا، كان بيتصل بيا من وقت للتاني ويحاول يرجع الود القديم، خصوصا انه عارف اني مش مرتاحة مع اكرم، والزن على الودان امر من السحر يا باشا. في ساعة شيطان اتفقت مع اني اهرب واسيب البيت، وحصل اللي حصل. ميرفت انا عايزك تقولي كل حاجة، قولي الحقيقة، ما تخافيش من اي حد ولا اي تهديد، وانا معاكي وهحميكي مش هسيبك. انا قلت لك كل اللي حصل يا باشا، وهي دي الحقيقه. شفت يا باشا، انا ماشي في السليم. جايز كلام ميرفت يخليك في السليم دلوقتي، بس مش هتفضل في السليم على طول انت واللي معاك، واذا كنت فلت من ايدي المره دي فمفيش اكتر من جايه تفلحي. انا طول عمري ماشي جنب الحيط وماشي في السليم يا باشا، وبكده لا في جايات ولا في رايحات. ما نخلي الايام هي اللي تثبت الكلام اللي بتقوله ده صح ولا غلط. عندك حق يا باشا، الايام اللي هتثبت اذا كنت ماشي في السليم ولا لا. ودلوقتي بقى حضرتك تأمرني بحاجه، ممكن استاذن؟ اتفضل، بس ما تنساش تسلم لي على ماهر واكرم. يلا سلام يا باشا. الف سلام عليك يا مرات اخويا، ربنا يكفيك شر اولاد الحرام. انا اسمك يا باشا. الجدع ده مش سهل، شكله هيتعبنا. وعاقل وتقيل، ولك يا معتز ما يغيبش عن عينيك لحظه. اما بقى الست ميرفت فتاخد لي اقوالها في محضر رسمي، ولو اني اعتقد ان ما عندهاش اي حاجه تقولها بعد اللي قالته. وانت بقى بعد ما تفوقي كده عايزك تراجعي نفسك، جايز تكوني ناسي حاجه. ساعتها بقى طبعا هتجيلي وتكلميني وتقوليلي على كل حاجة، وأنا زي ما وعدتك هنحميكي. لكن تطلعي غبية وتخبي عني أي حاجة مش هرحمك، وهتروحي في رجلي. خيط لك بقك. تخيط لي بقي ده ايه يا اخويا يا سايبه؟ بقول لك ايه؟ هم كلمتين ورد غطاهم واغور من وشك. قول يا اخويا شجيني. الوطي يا بنتك كانت بتقول ان هي بتكلمك وبتجيلك عشان انت تعبانه. هي كانت بتوعد الكلب اللي اسمه غنيم ده عندك هنا؟ اخرس قطع لسانك. انا بيتي اشرف بيت في الدنيا. رد عليا من غير طولة لسان. انا لا عمري شفت ولا قابلت الزفت ده، ربنا ياخده. ولا اعرف كان بتقابله فين ولا امتى. انت امها وهي طالعه لك، واكيد سرها كله معاكي. هي غارت في 60,000 داهيه. انا مش عايز اعرف حاجه، بس عايز اعرف هي وصلت معاها لحد فين. قولي لي. لسكه الناديه معايا. يعني ايه؟ يعني ارحم نفسك وارحمها، هي لا لحقت توصل ولا ترجع. تفشت من عمايلك السودة فيها، راحت للمضروب في قلبه وضر بيها عشان القرشينات. ادي كل الحكاية. مش هخش عليا. يعني هي ما كانتش مرافقاه؟ طب لو هي كانت كده كان المخفي على عينه ده يغدر بيها ليه؟ ها يا ابني روح لحالك بقى، يعني كفايه اللي حصل لغاية كده. ماشي هروح لحالي، بس عارفة لو جبت سيرتنا بكلمة واحدة هخلص عليكي.
فاهمة؟ حاضر يا اختي، سوق عجلك، سوق عجلك بقى، مشي في طريقي يا ساتر، ربنا يهد قواك انت واخوك في يوم واحد. أنا بره. إيه ده بس يا فتحي؟ طيب يا فتحي، كان في مشوار مهم وكان لازم أعمله. طب يلا تعالى تعالى. الله يا أكرم، مش عارف بأعمالك دي هتوديني فين. لما أجي لك هقول لك. أنت فين دلوقتي؟ آه ماشي، عارفه تمام. يلا انا جايلك على طول. ماشي استنيك. مش عاجبك يعني يا فتحي تسيب الخن وتيجي تقعد؟ ابدا، كنت متضايق شويه، كنت عايز اقعد في مكان محدش يعرفني فيه عشان اقعد براحتي وعلى رواقي. يبقى اللي توقعته حصل يا فتحي. وايه بقى اللي انت توقعته؟ مش انت رحت خلصت على ميرفت؟ جرايه يا اكرم، هو مين قالك ان احنا قتالين قتله؟ ومن امتى الدم عندنا رخيص وسهل؟ ما هي اللي ابتدت والبادي اصلا يا فتحي. وبعدين انت كان لازم انك تضمن ان هي ما تفتحش بقها. عموما ما تقلقش، ميرفت مش هتفتح بقها ولا هيجي لنا من ناحيتها اي خطر. ازاي؟ ازاي دي بقى بتاعت انا. انا اتصرفت معاها بطريقتي. مش هفهم. طيب انت من امتى بتفهم يا اكرم؟ انت عايش في حته تانيه، في عالم تاني خالص. عموما سيبك من الرغي الفاضي ده وقول لي، ايه المشوار اللي انت عملته كنت بتأمن بيه ظهرنا؟ رحت لامها الوطن، مش عايزها تفتح بقها بكلمه تخصنا. وايه تاني؟ بس رحت لام الزفته دي ليه؟ كنت بحذرها يعني يا فتحي ان هي ما تعملش حاجه يعني، ما تفتحش بقها بكلمة. غيره؟ كنت عايز أعرف ميرفت وصلت مع الكلب غنين ده لفين؟ أيوه، هو ده مربط الفرس. حضرتك كنت رايح عشان تطمن على حبيبة القلب، نظامها إيه مع عاشقها؟ لا يا فتحي مش كده. أنت جبلة يا أكرم، جبلة، مش حاسس باللي إحنا فيه. أنا هقول لك على حاجة قلتها لك وهفضل أقولها لك، لو ما شلتش الزفتة دي من دماغك هتضيع وهتضيعنا وراك. وسيبك من كل الكلام ده، حضرتك ناسي وانت بتأمن ظهرنا ان البوليس مراقبنا؟ يعني كان قطرك وانت رايح لامها، واكيد البوليس حط في دماغه ان انت رايح تهدد امها انها ما تفتحش بقها. كنت ناسي كل ده؟ مش عارف؟ هو انت بقى اللي زي ما بيقولوا عليه في كحالها عماها يا فتحي. ما كان قصدي لا قصدك ولا مش قصدك، اظن بقى كفايه لغايه كده. اتفضل يا ابني، استقبلني على المزرعه. يلا طب خلاص يا فتحي، ما تزعلش، اوعدك اني مش هعمل حاجه تانية غير لما اقول لك. طب اتفضل اتفضل، انا هادي مبسوط وسعيد وزي الفل ومش عايز افرج الناس عليا. اتفضل. متر كاسكو.
أأمر يا فندم، أقدر أساعد حضرتك في حاجة؟ عندي ميعاد مع سراج بيه. نقول له مين؟ مختار. مختار الحلو من طرف شكري بيه الباشا. أهلا وسهلا. سراج بيه في انتظار ساعتك، اتفضل. سراج بيه، الأستاذ مختار من طرف شكري بيه. أهلا وسهلا باشا. اتفضل، اتفضل حضرتك. تشرب يا أستاذ مختار. ماليش لزوم يا باشا. لا معقول؟ ربنا يخليك. شكرا يا أمير، ميرسي. يا أهلا وسهلا. شكري بيه مستنين على النار فمش هقدر اتاخر. اتفضل سعادتك. شكرا قوي. باقي الاتفاق. اتفضل يا سيدي. وادي الشيكات. سعادتك مش هتدي الفلوس ولا ايه؟ لا يا راجل، عد ايه؟ الله، انتوا ناس مضمونين. لا لا لا، ما تقولش الكلام ده، عيب. ربنا يعزك يا باشا. على فكره شكري بيه بعت لك سلام كبير قوي. سلمني عليه كتير وقول له احنا دايما في الخدمه. يوصل يا باشا. استاذن انا. معقول بسرعه كده؟ ربنا يخليك. بس ايه، سلم لي على شكري بيه. يوصل بيه. الف سلام. الو، ايوه مين انت؟ وليك عين تكلمني بعد كل اللي عملته؟ يا واش يا واش، علاء سراج باشا عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه بقى يا اخويا؟ ان شاء الله. لا، كلام مش هينفع في التليفون. انا عايز اقابلك ضروري وهبسطك على الاخر. هجيلك يا غنيم. ويا ريت تبقى لوحدك وبلاش تقل معايا عشان نبقى حلوين مع بعض. هجيلك لوحدي عشان اشوف انت عايز ايه واشوف اخرتها معاك هتوصلني لفين. اخرتها فل ان شاء الله. سلام يا باشا. 60 داهية. سراج بيه، العميل اشترى الفازة الطلياني بس كان طمعان في تخفيض. انا دماغي مش فيا يا اميرة. شوفي هو عايز ايه وريحي على الاخر. خير يا سراج بيه؟ هو حصل حاجة؟ هوني مكلمني. معقولة؟ وعايز يقابلني بعد كل اللي عمله ده؟ ده يبقى جنان رسمي. اوعى تكون سعادتك ناوي تروح تقابله. لازم اروح، لازم يا أميرة. ولازم ليه؟ لأن في دماغي توقع كده، لو حصل هخلص من مشاكل كتيرة. ردتش برضو؟ تليفونها شكله قطع كده. ما انت انا غلطان. كان لازم تجيبها معاك وانت جاي. انا قلت اجي يا فريو بكلمها من هنا وتحصلني. ما هي انا فاضيت لك يا حلوه. براحتها بقى يا باشا. براحتها؟ ماشي. كده بقى كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. انا اروح ابسط نفسي يا صاحبي. سلام. طب وانا يا فريو مش هتبسطني ولا ايه؟ انا لسه قايلها لك. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. وانا اللي يريحني انك تفكك مني وتبطل تشتغلني. لازمته ايه الكلام ده طيب يا فادي؟ اصل حسبت ايه؟ وانا مش البنك الاهلي. ده موضوع كارما اللي مضايقك مش كده برضو؟ لا، اختك دي شكلها مش مستنضفانه. ما تقولش كده يا فادي. تلاقيها نايمه ولا مشغوله. وانا امبارح واحنا مروحين قالت لي اصحابك ظراف جدا وبيعرفوا يتبسطوا. وعلى العموم يا معلم انا هعدي عليها النهارده بالليل ولا بكره الصبح وهجيبها معايا وانا جاي. هنشوف. وبكره قريب مش بعيد. طب النهاردة؟ النهاردة النهاردة أنا حبستك على الآخر. لكن وغلاوتك عندي لو ما جاتش بكرة أنا حاسبك. أنت عارف أنا زعلي وحش. أنت عارف يا سيدي إن أنا ما أقدرش أزعلك. ده يلعن أبو اللي زعلك يا أخي. ماشي. امسك يا باشا. ظبط وانبسط. تعرف بس ان غالي عندي وما تهونش عليا. حبيبي يا خيري والله. يا فريد حرام عليك، انا تعبانه قوي وانت سايبني هنا من بدري.
هسيبك بقى كده. ايه؟ مش بشوف صحابي؟ وانا موريش غيرك ولا ايه؟ انت عارف يا فريد ان انا تعبانه قوي. سلامتك من التعب يا حبيبتي. فين يا فريد ها؟ انت اللي فين؟ فين؟ ما الفلوس اللي بابا بيبعتها لي من بره بديها لك اول باول. بس اطمن، انا قلت لبابا انا عايزه فلوس تاني وهيبعت قريب. طيب مدام قريب بقى اول ما يبعت تجيلي وانا تحت امرك. ايه؟ لو النبي يا فريد ابوس على ايدك. انت عارف ان مي حبيبتك مش هتقدر تستنى. طيب بص هقول لك على حاجه، تعالى نطلع اوضتك فوق زي كل مره ونتفاهم على رواقه. ماليش نفسي الصراحه يا فريد، عشان خاطري انا تعبانه قوي، انا متقطع يا فريد. يوه مش موديني في داهيه غير قلب الطيب. ربنا يخليك يا حبيبي ويخلي لي قلبك الطيب ده. خلاص وافقت يعني؟ اطلع انت سبقيني وانا جاي وراك. ماشي انا هطلع على طول بس اوعى تتاخر. ها؟ لا شوكت شوكت يا فيل، ايه الاخبار؟ عيب عليك يا شوكت، السحر ترى ما وعد يبقى هينفذ. حبيب العالمين يا فيل. بت انت بس تديها دي اول ما تشوفها وهي هتبقى تحت امرك. حبيبي الملايين يا فيري. يلا بينا. يلا بينا. فريد. مين ده يا فريد؟ هو انت مش تعبانه يا روحي؟ ده شوكت بيه اللي معاه الدواء. فريد انت رايح فين وسايبني؟ هسيب بقى شوكت بيه يعالجك بطريقته السحريه، بس بصراحه ما بقدرش اشوف اللحظات المؤثره دي، قلب الضعيف لا يحتمل. فريد فريد هايل يا سراج. هايل. اظن كده مزاج سعادتك رايق على الاخر. يا ريت نفوق لشغلنا بقى. عايز تقول ايه يا مختار؟ عايز اقول يا ريتني سيبنا من عمرو الديب ومشاكله. كويس قوي ان موضوع الشيكات عدى على خير. ما عادش بقى ان احنا نفوق لشغلنا وندور الشركه ونرجع ايام زمان. شغل ايه وشركه ايه؟ بلاش عبط يا مختار. الحكايه اكبر من كده بكتير. حكايه ايه سعادتك؟ هو انت فاكر ان الحكايه حكايه حقي وطاري البايت عند عامر الديب وبنته؟ الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. الموضوع يخص ناس ما عندهاش اي تفاهم وعشان كده لازم يخلص للاخر. لازم نجيب مناخير الديب الارض. وساعتها هنفوق لشغلنا، بس مش من هنا، من مجموعة الديب بعد ما يبقى اسمها مجموعة الباشا. واقعد انا على كرسي الديب بعد ما اخلص عليه وابقى الامر النهي. بس انا كده سعادتك مش فاهم ومحتاج افهم. مش مهم تفهم، مش مهم تفهم خالص دلوقتي يا مختار. في الوقت المناسب هفهمك على كل حاجة. يلا قوم قوم. يلا تشوف سعادتك. الحياوي الحياوي الحياوي. يعني ايه يا فتحي؟ يعني هم سابوك انت واكرم وهم عينيهم عليكوا، وانا من ناحيه تانيه كانوا قطرني من ساعه ما خرجت من المزرعه لغايه ما وصلت المستشفى، عشان كده كبسوا علي هناك. الحمد لله يا اخي، الحمد لله ان ميرفت ما فتحتش بقها بكلمه. انا ميرفت ما كانتش هماني، لاني كنت متاكد انها مش هتتكلم، لانها لو اتكلمت رجلها هتيجي في الموضوع، عشان غنيم وسرقه الصندوق والى اخره بقى. طيب امال انت ايه اللي قالك دلوقتي؟ لأن حركتنا ما بقتش سهلة، ما
بقت محسوبة علينا عشان خاطر البوليس مفتح عيني علينا على الآخر. والظابط اللي ماسك القضية ظابط ريم مش سهل. قصدك الظابط اللي اسمه طارق؟ بالظبط كده. نظرتك في محلها، ما هو ده اللي حقق معانا أخوك فعلا. باين عليه ظابط رخم مش سهل خالص يا فتحي. انت مش عارف الاقيها منين ولا منين، من الكلب اللي اسمه غنيم ولا من سراج والناس بتوعه اللي عايزين الصندوق، ولا من البوليس اللي مفتح عيني علينا ولو مسك علينا حاجة مش هيسيبنا. طب والعمل ايه يا فتحي؟ مفيش قدامنا غير حل واحد، ان احنا نكلنا شوية لغاية ما الدنيا تهدى حوالينا. طب والصندوق وسراج هنعمل معاهم ايه؟ مش عارف، مش عارف يا ترى. وكمان مش هينفع نروح نقول لسراج ان البوليس خلاص حطينا تحت عينيه، والا سراج هيقلق مننا. وانت عارف اللي في الشغلانه بتاعتنا دي تقلق منه يبقى ملوش تمن ولا سعر. فكرك يعني يا فتحي سراج يصبر علينا لو الصندوق مرجعش؟ احنا مفيش قدامنا غير حل واحد. اول ما نرفض تطلع من المستشفى هروح لها وهفضل وراها لغايه ما اقررها واعرف منها مكان ابن الكلب اللي اسمه غنيم ده. انت متاكد انها هتساعدك يا فتحي؟ ومن قلبها، لانها مغلول اكتر مننا من الواد غنيم من ساعه اللي عملوا معاها. طب والبوليس هتعمل معاها ايه؟ متقلقش، البوليس عارف اتصرف معاها، خصوصا ان هو مش ماسك علينا حاجه لغايه دلوقتي. بس اهم حاجه انت واكرم وعدوي تبعدوا عن الصوره خالص، ومحدش فيكم يتصرف بغشوميه عشان ما يلفتش النظر ليه. انا لو عليا فتحي لا هروح ولا اجي، وهفضل مرابط مكاني هنا. واكرم هو عندك وتحت عينيك، انا عارف اوصل لعدوي وافهم النظام كويس. اهم حاجه بس يا فتحي انت تخلي بالك على نفسك، ما تخافش عليا. انا طول ما انا لوحدي خفيف خفيف عارف اتصرف. يا موضوع الصندوق ده حمل كبير قوي يا فتحي. لو خلص يا فتحي الدنيا هتظبط معانا وترجع احسن من الاول. الصندوق هيرجع، يعني هيرجع وانا اللي هرجعه. هو مستحيل فتح زدان يتعمل فيه كده ويسكت. خير يا باشا. اللي انت عملته ده ومين؟ عملت الصح يا نجم. الصح؟ انا اللي غلطان ان راعي ضميري ومدت لك ايديا وشغلتك معايا. ما قلت لك في التليفون يا واش يا واش يا باشا، بلاش تعصب نفسك على كلام فاضي. وبعدين هو انا السبب في اللي حصل؟ ملاد فتحي الغنور بتاعك هو اللي ابتدى بالغدر وقال ايه عايز ياكل عليا حق، وانت رميت لي ملمين وخلعت ايدك من الموضوع. وساعتها انا قلت لك انا حق برقبتي، وقلت لك ان فتحي مش قدي. اديني سكته على قفاه وخدت منه الجمل بمحمل. وليك عينت وللكلام ده قدامي يا غنيم؟
انت مش عارف ان الصندوق ده يخصني بتاعي انا؟ يعني انا لو ما سلمتوش لاصحابه هتضر، وانا اللي يضرني يا غنام افرتك لحمه. معاش ولا كان اللي يضرك يا باشا، انا قدرتك وكلمتك وجيت لحد عندك عشان العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام يا سراج باشا. اختصر يا غنيمه، هات من الاخر، عايز ايه؟ عايز ارجع لك الصندوق.